سعدي مساكم متابعين الاكار، معكم اخوكم سام فيدال. كثير بيسالوني على اعتماديه سيارات بورش. هاي السياره 2014 ماشيه 141,000. اجا طبعا نفرجيكم شو الاستهلاكات، الاشياء اللي بتتعطل فيها، ليكون عندك فكره بس اكثر شو بيتعطل بالسياره. طيب خلينا نفرجيكم شو اكثر شيء بيتعطل بالسياره. اول شيء الكراسي، شوف الكراسي مكسوره، هذا واحد وهذا الثاني تحت اذا بتنتبه مكسور، شايفه مكسور. هذا اكثر شيء بيتعطل. اول شيء ثاني شيء تهريب زيت من غطا الصبابات، ما شاء الله السياره موتورها نظيف، تهريب الزيت من غطا الصبابات. ثالث شيء تهريب المي، هون المفروض في الانتيك مانيفولد ثلاجه المحرك، فمواسير المي مزعجه جدا في الاودي وفي البورش وفي الفوكس فاجن، اللي هي بتكون من تحت الثلاجه. هاي الومنيوم زي الاودي الكيو 5 والكيو 7 بس، ومع هيك بتطقطق، والظاهر انه كان في حدا قبل حاول يلحمها ومش ظابطه العمليه فبدي يتغير كله. رابع شيء مواسير الهواء اللي زي هاي، شوف هاي المواسير هاي بتطقطق، ما بينفعش تلزق بالسيليكون. اما باقي السياره هسوي لكم اياها كمان من تحت. الشغله الخامسه كمان اللي بتخرب بهالسياره اكثر شيء اللي هي تبعت هاي، شفتوها؟ هي البرج فالف. هاي البرج فالف بتيجي صباب الراجع من تنك البنزين، هاي بتخرب فيهم. فهم شغلات بسيطة جدا، تهريب زيت من الجاسكت، تهريب مي، البايبات البلاستيك بتطقطق، وعندك الكراسي والبوشينج مع البرج فالف. هاي المشاكل الشائعة تعوضها السيارة. طبعا أنا شفت شيكت على فلتر الهواء، فلتر الهواء سيء جدا تبع السيارة. سيء جدا، عرفت كيف؟ وهذا كمان الثاني نرفع السياره بعد امرك. اوكي حبايب قلبي، هاي السياره من تحت. طبعا اكثر شيء بيروح فيها اذا تسمع طقطقه، بيقولوا لهون الملقط، البوشنج تبع الملقط هذا. هاي السياره اير سسبنشن زي ما انتم شايفين، فيها تهريب زيت من الكولر تبع الجير، وفيها تنقيط مي بس مش عارف اذا رح يبين معاكم، بس اذا بتنتبه هون جوا هون هتلاقي المي منقطع على الدبة من فوق، في اثار مي لونها ابيض، شايفينها؟ اكثر شيء بيروح بالبورش البوشات هدول، البوشينج هدول، طلع هدول هدول، شايفهم؟ هدول اكثر شيء بيروحوا فيها السيارة، البوشينج هدول والكرسي تبع الجير هذا، هذا مبين عليه تعبان. اذا انا شايفين كيف؟ بس لكن الباقي السيارة انا شايفها اوكي، يعني هاي السيارة عمرها قريب 9 سنين مش مغير فيها شيء من تحت، روعة السيارة بصراحة، يعني اعتماديتها عالية جدا هالسيارة. نسيت افرجيكم شغلة حبايب قلبي، في شغلة نسيت اقولكم عليها، السيارة اللي بيكون فيها، لأنه يعني بيجي في منهم جنبينات عادية يعني سسبنشن عادي، هذا فلتر الهواء تبع كومبريسر اللي بينفخ المنافخ، هذا لازم يتبدل كل فترة وفترة، لأنه لما ينسد بصير يسخن الكومبريسر معك. يلا أتمنى تكونوا استفدتوا.